يكن ترشح هاني العتال على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في انتخابات الزمالك المقبلة غريبا على أعضاء الجمعية العمومية للنادي، كونه سبق وأن نال ثقة الأعضاء خلال دورتين سابقتين في 2009 و2017. هاني العتال حاصل على بكالوريوس تجارة وإدارة الأعمال ويمتلك خبرات عديدة في مجال الأعمال والإدارة. يعتبر هاني العتال من كبار رجال الأعمال في مصر، حيث تعد عائلة العتال رائدة وعريقة في مجال شركات الحديد والتسليح. ينتمي هاني العتال لعائلة شديدة الانتماء لنادي الزمالك، حيث كان الوالد عضواً عاملاً بالقلعة البيضاء، وكانت له عدة إسهامات وبصمات تجاه النادي خلال فترة رئاسة صديقه الدكتور كمال درويش. ومارس العتال رياضة السباحة قبل أن يحول قبلته إلى عالم كرة اليد في نادي الزمالك، حيث تميز بقوة تصويباته اليسارية إلى أن أنهى مشواره مع اللعبة مطلع الألفية الثالثة. انتخابات الجمعية العمومية لنادي الزمالك في 2009 كانت بداية الانطلاقة الحقيقية للعتال في العمل الإداري داخل القلعة البيضاء، حيث حصل على 14,950 صوتاً على منصب عضو مجلس الإدارة، محققاً ثالث أعلى الأصوات في الانتخابات بعد الثعلب الصغير حازم إمام والمستشار أحمد جلال إبراهيم. كما نال هاني العتال ثقة أعضاء الجمعية العمومية في نادي الزمالك في انتخابات عام 2017، وتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بعد الحصول على 22,176 صوتاً. هاني العتال يحل ضيفاً على برنامج زملكاوي للحديث عن برنامجه الانتخابي وتوجيه رسائل خاصة للجمعية العمومية بالنادي وجماهير الزمالك بشكل عام.